المطلوب من الآن أن نضرب العدد المركب 1 ناقص 3 آي ضرب 2 زائد 5 آي، والفكرة العامة هنا أنك تستطيع ضرب هذه الأعداد المركبة وكأنك تضرب أي معادلة ذات طرفين، وعليك تذكر أن هذا ليس متغير وإنما عدد وهمي هو آي. يمكننا القيام بهذا باستخدام طريقتين، فيمكننا استعمال خاصية التوزيع مرتين وهي التي أفضل القيام بها لأنها تتبع مبدأ رئيسي هو أن لا شيء جديد، أو بإمكانك استخدام فويل حيث أنك قمت باستخدامه فعلا في أول معادلة ذات حدين، وسأستخدم كلتا الطريقتين. إذا يمكنك اعتبار هذا على أنه عدد 1 ناقص 3 آي، ويمكن أن نوزعه على العددين داخل العبارة. فعندما نضربه بالعبارة كاملة يمكنك أن تضرب 1 ناقص 3 آي ضرب 2 و 1 ناقص 3 آي ضرب 5 آي. لنفعل هذا إذن يمكن إعادة كتابة ذلك، 1 ناقص 3 آي ضرب 2 وسأكتب 2 خارج العبارة، وزائد 1 ناقص 3 آي ضرب 5 آي. وكل ما فعلته هنا بحسب خاصية التوزيع وكل ما قلته هو انظر إذا كان لدي A ضرب B زائد C وهذا يعادل AB زائد AC، قمت بتوزيع A على كل من B و C، أي قمت بتوزيع 1 ناقص 3 I على 2 و 5 I. ويمكنني فعل ذلك مرة أخرى، إذا كان لدي 2 ضرب 1 ناقص 3 I سأوزعها، 2 ضرب 1 يساوي 2، 2 ضرب ناقص 3 I يساوي ناقص 6 I، وسأفعلها مرة أخرى هنا، 5 I ضرب 1 يساوي 5 I، و 5 I ضرب ناقص 3 I، لنكن حذرين هنا، 5 ضرب ناقص 3 يساوي ناقص 15، ثم لدي I ضرب I، و أي أننا نضرب دعونا نقوم بهذا، 5 I ضرب ناقص 3 I، وهذا يعادل 5 ضرب ناقص 3 ضرب I ضرب I. إذا 5 ضرب ناقص 3 يساوي ناقص 15، ثم لدينا I ضرب I وI تربيع، ونحن نعلم أن ناتج I تربيع حسب التعريف هو ناقص 1، إذا I تربيع يساوي ناقص 1، إذا ناقص 15 ضرب ناقص 1 حسنا هذا سيساوي 15، فيمكن إعادة كتابة هذا كالتالي، 2 ناقص 6 I زائد 5 I ناقص 15 ضرب ناقص 1 يساوي 15. الآن يمكننا جمع الأجزاء الحقيقية، لدينا 2 و 15، إذا 2 زائد 15، ويمكن جمع الأجزاء الوهمية، لدينا ناقص 6 I، ومن ثم لدينا زائد 5 I، و 2 زائد 15 يساوي 17، وإذا كان لدي ناقص 6 من شيء ما وزائد 5 من نفس الشيء، إذا كان لدي 5 من الشيء نفسه وأخذت منه 6 سيتبقى لدي ناقص 1، إذا ناقص 6 I زائد 5 I يساوي ناقص 1 I أو ناقص I. قمت بضرب هاتين العبارتين أو هذه الأعداد المركبة، لقد قمت بضربهم باستخدام خاصية التوزيع مرتين. ويمكنك أيضا أن تقوم باستخدام طريقة فويل، إنها أسرع قليلا لكنها ميكانيكية بعض الشيء، وربما تكون قد نسيت سبب استخدامها في المرة الأولى، لكن في النهاية أنت تفعل نفس الشيء هنا. أنت في الواقع ستضرب كل عنصر من هذا العدد أو كل جزء من هذا العدد بكل جزء من العدد الثاني، وفويل تتأكد من أننا فعلنا ذلك. دعوني أكتب فويل، وأنا لست محبة لهذا الأسلوب لكنني سأقوم به لأنه يمكن أن يكون هذا الأسلوب مناسب. إذا فويل تفيد بأننا نضرب الأعداد الأولى أولا، فيتكون لدينا 1 ضرب 2، إذا 1 ضرب 2 وهذه F من فويل، وننتقل لضرب الأعداد الخارجية، كل واحد ضرب الآخر، إذا 1 ضرب 5 I، إذا زائد 1 ضرب 5 I، وستكون هذه O من فويل أي الأعداد الخارجية. الآن يأتي دور الأعداد الداخلية، ناقص 3 I ضرب 2 وهذه الأعداد الداخلية. الآن نصل إلى الأعداد الأخيرة، ناقص 3 I ضرب 5 I، هذه هي الأعداد الأخيرة وهذا هو أسلوب فويل. كل ما نفعله هو التأكد أننا نضرب كل جزء من هذا العدد بكل جزء من هذا العدد، ومن ثم نبسطه، 1 ضرب 2 يساوي 2، 1 ضرب 5 I يساوي 5 I،
وناقص 3 أيضا ب 2 يساوي ناقص 6 أي، وناقص 3 أيضا ب 5 أي، لقد استخرجنا حصل ضرب هذا سابقا. ناقص 3 أي ضرب 5 أي يساوي 15. هنا ناقص 3 ضرب 5 يساوي ناقص 15، لكن أي ضرب أي يساوي ناقص 1، وناقص 15 ضرب ناقص 1 يساوي 15. والأجزاء الحقيقية هنا 2 زائد 15 ويساوي 17، والأجزاء الوهمية 5i ناقص 6i ويساوي ناقص i.